السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. وزير العمل يصدر تعميما بشأن المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة. توزيع سلال غذائية في العاصمة ضمن حملة فيناخير. إنتاج مليون شتلة من الزهور الصيفية من مشات لوزارة الأشغال. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. بناء على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميما إداريا بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك اعتبارا من 14 من يونيو الجاري 2020، ونص التعميم على ما يلي. ضمن حملة فيناخير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قامت محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية الشرطة بتوزيع سلال غذائية ضمن مشروع غذاؤك في بيتك الذي أطلقته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقد قامت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالتوزيع مباشر على منازل المواطنين والمقيمين في إطار العمل على تجنب التجمعات، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن شرطة المديرية سجلت 721 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية منذ البدء في تطبيق القرار الإلزامي الصادر في هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة الأمن العام وتعزيزا للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أن المديرية تتخذ الإجراءات التي تحقق التباعد الاجتماعي في الأسواق والمحال التجارية والمنتزهات والتقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامة. كما تواصل المديرية حملاتها التوعوية التي تحث من خلالها المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لدعم جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس. نشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، وشرحت الصحة الطريقة الصحيحة بالتفاصيل مع الصورة، وذلك لتحقيق الفائدة من لبس الكمامة للوقاية من الأمراض المعدية، إذ يجب ارتداؤها بالطريقة الصحيحة بحيث تغطي الفم والأنف بإحكام في جميع الأوقات. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الهلال الأحمر يدرب 60 من متطوعيه على العمل الإغاثي والإنساني. قال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن الوزارة تنتج من خلال مشاتلها 1,000,000 شتلة من الزهور الموسمية الصيفية، وذلك من أجل تزويد حاجات الوزارة في الشوارع والميادين العامة بغرض تجميلها وإضافة العنصر الجمالي والطبيعي للبيئة. وقال خلف إن الوزارة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي، وذلك لخفض التكلفة وتأكيد الجودة النوعية المنتجة، وحرصا على صقل القدرات والخبرات البحرينية في مجال الإنتاج النباتي في مشاتل الوزارة. وكشف عن قيام المختصين بالمشاتل بإنتاج أنواع مختلفة من شتلات الزهور الصيفية التي تتلائم مع ظروف البيئة المحلية والقادرة على التحمل والتكيف مع البيئة الصحراوية، مشيرا إلى أنه تم إنتاج هذه الأنواع النباتية بعد دراسة مدى ملائمتها للظروف البيئية المحلية. تحت رعاية الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك تم تنظيم حفل تكريم الموظفين الفائزين في مسابقة طور نفسك، والتي تهدف إلى رفع كفاءة منتسبي شؤون الجمارك وتطوير قدراتهم الذاتية في مجال العمل. وأوضح رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك تسعى دائما إلى التطوير الذاتي وصقل المهارات الوظيفية، وذلك من خلال الاستفادة من البرامج والدورات والخبرات المحلية والدولية، بما يسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وبالتالي تعزيز كامن القوة وتجاوز المصاعب بالأساليب التدريبية الحديثة، وبما يدعم اتجاهات برنامج عمل الحكومة الموقرة. أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا يوثق كل التشريعات والإجراءات والجهود التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة فيروس كورونا، حيث شملت الفترة من 4 فبراير إلى 23 أبريل 2020، وذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية الاجتماعية للتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية. وجاء التقرير بخمسة محاور رئيسية متعلقة بفيروس كورونا وحجم الجهود الوطنية التي بذلتها مملكة البحرين لمكافحة الفيروس، وبشكل يبين أن البحرين تعد مثالا يحتذى به في إدارة هذه الأزمة ومراعاتها لحقوق الإنسان باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. نظمت جمعية الهلال الأحمر البحريني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون، نظمت دورة تدريبية عن بعد تحت عنوان دمج وتأهيل المتطوعين بمشاركة 60 من متطوعي الهلال الأحمر البحريني. وتعرف المشاركون على مفهوم التطوع وإدارة المتطوعين، حيث تضمنت الدورة التي أقيمت على مدى 4 أيام العديد من المحاور، من بينها المبادئ الأساسية للعمل الإنساني ومقدمة عن إعادة الروابط العائلية والرعاية الصحية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
كما تعرف متطوعو الهلال الأحمر البحريني على كيفية عمل الإعلام الإنساني أثناء النزاعات المسلحة واستناد استراتيجيته على المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والقانون الدولي الإنساني. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.